أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المنير في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. أحبتي الصغار، اليوم إن شاء الله لدينا قصيدة شعرية بعنوان الكتاب الأسبوع الرابع الوحدة الثالثة. إذا جميلة، قبل ما نبدأ الحصة ديالنا أحبتي الصغار، ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي في القناة يشترك، وخليو كذلك أيضا جيم لهذا الفيديو هذا. اذا على بركه الله غادي نبداو الحصه ديال اليوم. اذا قلنا ان العنوان ديال هذه القصيده هذه فهو الكتاب جيدة. استعدوا للقراءه. لا يزال الكتاب وسيله مهمه في التعليم والتثقيف وان تعددت الوسائل الاخرى وتنوعت. جيد، احاور اصدقائي وصديقاتي حول فوائد الكتاب. هنا غادي تذكروا بعض فوائد الكتاب. اذا انا درت لكم هنا مثالا على ذلك، تحفيز، اذا من فوائد الكتاب تحفيز العقل، الحد من التوتر، تطوير اللغة، تقوية الذاكرة، تحسين مهارات التفكير، تحسين التركيز. اعيد، من فوائد الكتاب نجد تحفيز العقل، الحد من التوتر، تطوير اللغة، تقوية الذاكرة، تحسين مهارات التفكير، تحسين التركيز. جيد، اذا الاحظوا، اتوقع الاحظوا الصورة اللي هي هذه واعبر عنها. اذا كما كتلاحظوا معايا هنا فالصورة هذه نلاحظ طفلا يقرأ كتاب داخل المكتبة. اذا كتشوفوا ان وراء هذا الطفل توجد خزانة او مجموعة من الكتب. اذا فهذا الطفل ربما يقرأ كتابا داخل ماذا؟ المكتبة. اذا يمكن نقول في الصورة نلاحظ طفلا يقرأ كتابا داخل المكتبة. في الصورة نلاحظ طفلا يقرأ كتابا داخل المكتبة. جيد، اقرأ العنوان وابرز علاقته بالصورة. اذا اقرأ العنوان وابرز علاقته بالصورة. العنوان هو الكتاب والصورة نلاحظ ان طفلا هنا يقرأ الكتاب داخل المكتبة. اذا فهنا العنوان، اذا علاقة الصورة بعنوان، علاقة ترابط وانسجام، علاقة ترابط وانسجام. جيد، أنا نكتب بهذا الشكل هذا. إذا علاقة الصورة بالعنوان علاقة ترابط وانسجام، علاقة ماذا؟ ترابط وانسجام. جيد، سلموالي أنطلق من الصورة وعنوان القصيدة وأتوقع مضمون أو موضوع القصيدة. إذا انطلاقا من العنوان اللي هو الكتاب والصورة، هناك لاحظوا طفل يقرأ كتابا داخل المكتبة، فأتوقع أن النص سوف يتحدث عن فوائد الكتاب. إذا أتوقع أن موضوع القصيدة هو فوائد الكتاب. فوائد ماذا؟ فوائد الكتاب. جيد، إذا الآن نمر لقراءة هذه القصيدة هذه الجميلة. الكتاب أعز الصحاب علي الكتاب، ففيه وجدت الهنا والرغاب، فكم من حديث به لذة، وكم قصة تروي أمرا عجاب، وكم من علوم بها أرتوي، وتدفع شكي بعين الصواب، وكم من حروف بها سطرت، قصائد تحيي النفوس العذاب، به يكشف الكون في صفحة، لكل سؤال لديه الجواب، أعز صديق لدي الكتاب، يداوي أسايا بوقت الصعاب، ويسهر قربي ليؤنس نفسي، ويبعد همي إذا الكل غاب، فنعم الأنيس له هيبة، صديق صدوق عزيز الجناب، كريم المقام له حظوة، ومن لا يواليه في العلم خاب. جيد، اذا هذه القصيدة الشعرية قرأوها في المنازل لكم قراءة جيدة، باش في الاقسام ديالكم تقراوها بطريقة سلسة، وكذلك ايضا تفهموا وتجاوبوا بسهولة على اسئلة الفهم المرافقة لهذا النص. جيد، اذا هنا ننتقل الى السؤال، أسئلة أفهم النص. لدينا السؤال الأول، أبحث عن مفردات لها صلة بكلمة الكتاب. إذا في أي كلمة لها علاقة بكلمة الكتاب اكتبوها.
مثلا كاتب، مكتبة، الكتابة، كتب، كتب، كاتبة، يكتب. هادو كلهم راهم علاقة، لهم علاقة بكلمة الكتاب. جيد. السؤال الموالي، سؤال أول في أفهم، أستخرج من النص بيتا يدل على أن الكتاب لا يفارق الشعر. إذن هنا البيت هو البيت السابع، إذن البيت هو البيت السابع، حيث يقول الشاعر: ويسهر قربي ليؤنس نفسي ويبعد همي إذا الكل غاب. إذن ويسهر قربي ليؤنس نفسي ويبعد همي إذا الكل غاب. جيد. ننتقل إلى السؤال الموالي. السؤال الموالي السؤال الثاني، أملأ الجدول انطلاقا من القصيدة. إذن عندنا محتويات الكتاب ثم صفاته. إذن الحديث صفته لذيذ، القصة صفتها تروي أشياء عجيبة، العلوم صفتها الارتواء تدفع الشك، الحروف صفتها كتبت بها القصائد. إذن الحديث لذيذ، القصة تروي أشياء عجيبة، العلوم الارتواء تدفع الشك، الحروف كتبت بها القصائد. جيد. إذن السؤال الثالث يقول: أستخرج من القصيدة أوصافا إنسانية وصف بها الكتاب. الأوصاف الإنسانية التي وصف بها الكتاب، منها الصحاب، الطبيب، المؤنس، الصديق، الكرم. جيد. السؤال الرابع: أحدد المفردات المرتبطة بالكتاب والشعر. المفردات المرتبطة بالكتاب انطلاقا من القصيدة نجد: القصة، العلوم، حروف، قصائد، صفحة. المفردات المتعلقة بالشعر نجد: حديث، أرتوي، الشك، تحيي النفوس، يداوي. جيد. السؤال الخامس: أشار الشاعر وهو يتحدث عن الكتاب إلى أنه أعز الصحاب، أعز صديق، صدوق، عزيز، فما فعل ما يدل ذلك؟ إذن هنا يدل ذلك، إذن علاقة الشاعر بالكتاب علاقة صداقة لا يفارقه ويتحدث عن معه، ويدل ذلك على حب الشاعر للكتاب. علاقة الشاعر بالكتاب علاقة صداقة لا يفارقه ويتحدث معه، ويدل ذلك على حب الشاعر للكتاب. جيد. إذا هنا أتأكد من صحة توقعاتي. إذا كنا نقول توقعاتي كانت في محلها، فالقصيدة هنا تحدثت عن فوائد الكتاب. أركب وأقوم، أحول أفكار القصيدة إلى عبارات. إذا بالشكل هذا ممكن نقوله: الكتاب صديقي العزيز، فحديثه شيق وقصصه تروي أمورا عجيبة وعلومه تدفع الشك باليقين. قصائد الكتاب تحيي النفوس وتجيب عن كل الأسئلة، وهو الطبيب الذي يداوي الأسى وقت الصعاب. الكتاب نعم الأنيس، فهو يسهر قربي ويبعد همي، صديق صدوق كريم المقام، وقد خاب من لا يهتم به. أعيد: الكتاب صديقي العزيز، فحديثه شيق وقصصه تروي أمورا عجيبة وعلومه تدفع الشك باليقين. قصائد الكتاب تحيي النفوس وتجيب عن كل الأسئلة، فهو الطبيب الذي يداوي الأسى وقت الصعاب. الكتاب نعم الأنيس، فهو يسهر قربي ويبعد همي، صديق صدوق كريم المقام، وقد خاب من لا يهتم به. جيد. إذا أحبتي الصغار، بهكذا نكون سالينا الحصة ديال اليوم. نتلقى إن شاء الله في الحصة المجيدة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.